اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بعض المطبخ متنوع ومع نفس الطريق وبنفس مستوى الشغل، ان احنا بنعمل اكلات بتناسب الجو البرد والشتاء، وبالتاكيد الشتاء له اكلاته. فطبعا غير ان احنا طبعا ممكن ناخد الطبق الشوربه المعروف شوربه العدس، ولكن العدس معايا النهارده العدس ابو جبه. عايز اعمل النهارده كفته الخضار، والعدس يكون هو العصب الرئيسي او اللي هو يكون العنصر الرئيسي في الكفته بتاعتي. العدس ابو جبه هنستخدمه ازاي في اطباق الكفته؟ تشكيله لطيفه من انواع الخضار الموجوده من خير ارضنا، وهنعمل اقراص الكفته مشويه او مقليه حسب الرغبه. معانا سجق بلد النهارده، هنعمل طبق مكرونه بالسجق البلدي، ونشوف الاطفال الحلوين بيحبوا المكرونه دايما مع السجق وانواع الجبنه اللي هم حابينها سواء موزاريلا او شيدر. شوربه مشهوره جدا في بعض المطاعم وبتنسال على السوشيال ميديا، شوربه المشروم بالدجاج بتتعمل ازاي، واضافه الكريمه لها بتبقى لها قوام لطيف وجميل. عايز اشربها يا شيف مغازي زي ما بشربها في بعض المطاعم. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله النهارده، وبالتاكيد هتعجبكم. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، والاكل بتاعنا بسيط وسهل وبتكلفه قليله جدا. تقدروا تعملوا الطعم اللي انت عايزاه بشكل جديد وطعم تاني. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايز اعمل النهارده اقراص الكفته بطريقتي الخاصه، هتعجب حضراتكم. مش فيهاش لا لحمه ولا فراخ ولا سمك، ولكن فيها بروتين نباتي اللي هو العدس ابو جبه اللي احنا عارفينه، اللي هي الحبه الكامله اللي بتشارك في طبق الكشري وبيكون هو الرئيسي طبعا، وتشكيله من انواع الخضار. استاذ رحاب بعد اذنك عايزين نشوف مقادير اقراص الكفته او كفته الخضار. بيشارك فيها البسله يعني البوتاسيوم للامهات والسيدات الحوامل، ومعانا عدس ابو جبه، ومعانا برغل، ومعانا كوسه، ومعانا جزر، ومعانا بطاطس، حاجات لطيفه وجميله بجد. عشان ناكل كل حاجه لوحدها بالتاكيد انا اكلها بطريقه مختلفه، بس ان انا اعملها كفته واعملها برجر بالتاكيد مدرسه المغازي هتكون معتبره. تعالوا نشوف المقادير على الشاشه، تعالوا نعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. المقادير تعالوا شفناها، تعالوا نبدا نشوف ايه التركايه بتاعت المغازي. أول حاجة معايا طاسة على النار، الطاسة دي بحط فيها شوية زيت زيتون. مدرسة المغازي بتقول إيه؟ البصلاية في قلب الكفتة أو البرجر نية أنا مش بحبها. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل إيه مع بعض. طاسة على النار فيها شوية زيت زيتون، وآخد البصل اللطيف ده كده أحمره. شوف المدرسة بقى دي كده أهو. ببدأ أحط التوم بتاعنا. احط البهارات بتاعتي كده، انا شلت الريحه بتاعه البصله اللي انا مش بحبها جوه الكفته بالشكل ده كده. احط البهارات الجميله اللطيفه الحلوه من البابريكا اللهم صل على النبي، وشويه الكمون الحلوين، شويه الكركم مفيد جدا، حلو، فلفل اسود وده اختياري برضو، عايزاها سبايسي بتحط فلفل حار مفيش اي مشكله. بنقلب البصله بتاعتنا باللطافه كده والشياكه دي كده تاخد لون، تبدا البهارات تظهر مع البصله. خلي بالك ده مهم جدا اهو، شفت التحميصه دي؟ التحميصه دي للبصله والتومه مع التوابل، هي دي مدرسه المغازي اهو اهو بالشكل ده كده. الكزبره الخضراء تشارك هنا لغايه كده، احنا زي الفل اهو تمام. كل المقادير دي كلها مع بعضيها يا عم الشيف راح على فين؟ اصبر على رزقك اه تمام. هناخد الخلطه اللطيفه دي كده ونسيبها كده هسه على النار، ونشوف مع بعض الكبه بتاعتنا اخبارها ايه. مخرجنا الجميل عايز الكبه دي تبقى قدام شويه عشان الصوره الحلوه تكون معانا واضحه وصريحه. حلو قوي، نشغل الكبه ونامن. حلو قوي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلطه دي هنخليها زي ما هي كده. هننزل باول المقادير بتاعتنا البرغل. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده البرغل بتاعنا اللي بيشارك في دايما في طبق الكبيبه، اطباق الكفته. البرغل يتغسل مره اتنين تلاته، نصفيه من الميه كويس قوي،
وبعد كده يا عم الشيف نخليه على جنب، نستخدمه بقى في كبيبه، في اطباق كفته. ده العدس ابو جبه، بنغسله ونحطه في ميه مغليه ننقعه ونخليه بالشكل ده كده اهو، بتلاقيه نفش وبقى زي الفل. يبقى انا حطيت هنا في الكبه البرغل. الله، ايه الصوره الحلوه دي يا غالي، ايه الحبايب دي، البرغل والعدس، حلوه. ونقف لغايه كده تمام. هننزل بالخلطه اللي انا شوحتها على النار. الله عليك يا شيخ، الله عليك وعلى مزاجك الرايق. اه دول ننزل كلهم مع بعضيهم، حلوه. ونضرب دول كلهم مع بعض كده بالطريقه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده. يلا على النبي. وخرجنا الجميل بيسأل انت بتحط ايه والمكنه شغاله، وحضراتكم برضو اكيد بتسألوا. انا معايا بطاطس في المقادير، بطاطس مبشوره نيه بعد ما بتتبشر بتتحط في ميه، انا حطيتها على الخليط ده كده. نبص على الخليط كده في قلب الكبه تاني، عملت ايه يا عم الشيف؟ المدرسه دي مدرسه المغازي، انا عايز اعمل برجر او اعمل كفته الخضار ما فيهاش لا لحمه ولا فراخ ولا سمك، وتكون ماسكه نفسها ولها شخصيتها لما تستوي. أول حاجة مسكت البرغل غسلته مرة اتنين تلاتة، وهو في حياتك تغسلي برغل بمية سخنة، اغسليه وبعد ما تصفيه من المية خليه على جنب، دي المدرسة بتاعته، تستخدميه في الكبيبة، تستخدميه في البرجر حسب الرغبة. حطينا العدسة أبو جبة بعد ما اتحط في مية مغلية بكمون وعصرة ليمون عشان نتخلص من المادة اللي بتسبب مشاكل مع القولون، حطيناها مع البرغل. وبعدين ضربنا الكبة بتاعتنا مع البصلة والتركية بتاعت المغازي اللي هي اتحمصت على النار مع توم مع زيت زيتون مع التوابل. وبعدين نزلنا بالبطاطس بتاعتنا الجميلة والمكنة شغالة، هنضربهم تاني مع بعض. وعليها كده تمام. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ احنا مع بعض الكوسه مش هتنزل ولا الجزر، انا عايز شخصيتهم كده في قلب البرجر بتاعي او الكفته. اه هناخد الخليط اللي احنا خلطناهم مع بعض كده في قلب الكبه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشيلها كده بالراحه السكينه ونخلي دي كده على جنب اهو. شفت الخلطه دي كده؟ الله، اللهم صل على النبي. شايف الخضار والجمال؟ طبعا الشكل ده مش عاجبني للامانه، يعني لما تيجي تسال الشيف المغازي، لو انا عملت راس الكفته من الشكل ده كده شكلها مش عاطف زي ما بقولوا، يعني ايه بسله مضروبه مع الجو ده كده. نقوم نطفي الجمال ونضيف الرونق مع الكوسه المبشوره مع الجزر المبشور مع قليل من الخضره اذا كان بقدونس او كرفس، ونقلب دول كلهم مع بعض. احنا حاطين التوابل مع البصله بتاعتنا واحده واحده مع بعض كده، عشان لازم تعمليها لاولادك دي كده. الناس الفيجيتيريان اللي مش بياكلوا لا فراخ ولا لحمه ولا سمك يقدروا يستخدموا الاكله دي، لطيفه وجميله. هناخد كل المقادير دي مع بعض كده، بنقلبها بايدينا. ما انا حاطط التوابل مع البصله يا شفيق، انت مش مركز معايا من الاول. ما انا حطيت بصله على النار فيها زيت زيتون وتوم، وانا بحمر البصله يا غالي حطيت عليها البهارات.
وضربت البصلة مع البرغل والعدس خطوة خطوة وأقلب كده. هنا العصب بتاع الكفتة دي البرغل اللي أنا ضربته في البداية خالص مع العدس. زي الفل يا عم الشيف، تسلم إيدك. لغاية كده احنا زي الفل. في المقادير بياض بيض، 2 من بياض البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه مش البيضة كلها؟ أنا عايز بياض البيض بس. زي الفل. وجود الصفار مع البياض في قلب الكفتة بعد ما تبرد بتبقى مجلدة، ما بتبقاش لطيفة، فأنا عايز البياض عشان تبقى طرية حتى لو بردت معايا. زي الفل. واشيل ده كده واخلي دول كده على جنب واقلب الخليط ده تاني. كده انا دعمتها بشويه بروتين حيواني اللي هو بتاع البيض او بياض البيض، كالسيوم ومعادن وحاجات لطيفه. هنمسك الخليط ده يا عم الشيف بعد التقليبه اللطيفه دي كده نشكله بقى زي ما احنا عايزين. حلوه. معانا صينيه، بنحط الصينيه دي على النار بالشكل ده كده، فيها زيت زيتون، اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده. عايزه تحمريها زي البوفتيك ممكن تعمليها قراص وتحطها في البقسماط والبيض. تاني، ايه العصب بتاع الكفته دي يا عم الشيف؟ لا معاك صدور فراخ ولا لحمه عشان تدي عصب، العصب هنا البرغل. البرغل ليه دور مهم جدا. كمان واحده واحنا مع بعض. اعملي بقى رز عينيا. حاضر. نعمل بقى مع بعض 30 قرص 20 قرص زي ما انت عايزه. عايزه تاكليها لاولادك مع عيش البرجر مفيش مشكله، تعمليها زي ما هي كده وتشويها مع صوص طماطم تبقى لطيفه وجميله مفيش مشكله، الاختيار ليكي، ولكن انا بديكي فكره لطيفه وحلوه وخاصة للناس الفيجيتيريان اللي هم مش بياكلوا لا فراخ ولا لحمة ولا سمك. وارد حد يكون في العيلة كده، تقدر تعمل البرجر ده بالعدس وهو بروتين نباتي لطيف وجميل، وهنا بياض البيض بيشارك في الطبق بتاعي. هستأذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل نرجع نشوف الكفتة بتاعتنا ونشوف طبق مكرونة جامد جدا بالسجق. الطبق ده بيشمل أو بيجمع ما بين الشرقي والغربي، وما ننساش معانا شوربة المشروم بالكريمة بناء على رغبة حضراتكم. أو تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل، ازاي نعمل طاجن المكرونه بالسجق، طبق المكرونه بالسجق اللي ممكن تعمليه بمدرسه مختلفه وبطعم مختلف بمقادير بسيطه وسهله. معانا سجق بلدي من الجزار حبيبنا الاعراس في الشارع، نص كيلو كيلو لربع حسب الكميه وحسب عدد افراد الاسره. ومعانا شويه مكرونه بينا، المقادير على الشاشه، مكرونه بينا وسجق، ومعانا كمان بصله ناعمه وفص ثوم حلو، معلقتين من الزبده، زيت زيتون. ولكن انا شايف شفيق مركز على السجق على الهوبر. طب والمكرونه ايه رايك؟ ما نخليها كده حلوه؟ اهي حلو. تعالوا مع بعض ازاي نعمل طاجن مكرونه بالسجق. حلو. ممكن الطاجن ده يكون مشهور في بعض المطاعم، بناكله مع اولادنا، بناكله بره مفيش مشكله، بس انا خلينا نعمله النهارده بطريقتنا اللي هتعجب حضراتكم. اول حاجه معانا مين يا فندم؟ الو يا جيهان، يا مدام جيهان، ازيك ست الكل؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك وانت طيبه يا اختي. بسلم على حضرتك بس. الله يبارك لك، امريني. ربنا يديك الصحه يا رب. اتفضلي. بسلم بس على حضرتك. بس كده ربنا يديك الصحه يا رب. يا سعدك يا مغازي، اشكرك. كل سنه وانت طيبه. تحياتي لكل الاسره. المكرونه في قلب الميه تاخد غلوه على النار. مدرسه المغازي بتقول ايه؟ ماء مغلي جيدا، إضافة القليل من الملح مع زيت الزيتون أو الزيت حسب الرغبة، وما تحطش المكرونة في المية غير لما تكون بتغلي قدام عينك
علل ولماذا، ايه اللي هيحصل يعني؟ الدنيا هتقوم يا مغازله، المكرونه هتتكسر، هتتعجن منك، هتفقدي جزء كبير من النشويات بتاعتها، لان على الميه ما تغلي هتاخد منك وقت، الوقت ده ممكن المكرونه تتكسر فيها وتتهري منك وتبقى معجنه. فانا عايز حبه المكرونه تبقى بشخصيتها وفي قلب الطبق. المكرونه هنا بتغلي على النار مع زيت زيتون. نيجي بقى للتركيه بتاعت المغازل في طبق السجق. معانا سجق بلد اهوت زي الفل. بناخد السجق ده نقطعه كده، نشيل ده من هنا زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال؟ شكرا يا عمي الجزار. انا عارف انك انت بتحب الحاجات الحلوه دي. خد دي كمان من كانه متعلق عند الجزار. لما تيجي تشتري السجق من عند الجزار تجيب الحبايه اللي بتلمع قدام عينيكي، ما تجيبيش اللي ناشفه، خلي بالك. بالشكل ده كده العب السمك. هناخد ده كده زي ما هو ونقطعه مع بعض مكعبات. ايه التركيه بقى هنا مغازي؟ دايما لما بنعمل طواجن المكرونه بالسجق بتلاقي السجق ده تحول فجاه في ايدك للحمه مفرومه. ليه؟ يا اما بتقطعيه بسكينه بارده، يا اما بتحطيه على النار في طاسه بارده. كل ده بيوصلنا لمرحله ان السجق يتهري مننا. انا عايز السجق ده بشخصيته الاقيه كده فصوص فصوص في قلب المكرونه. بالشكل ده كده. التقطيعه دي مطلوبه. والطاسه على النار فيها زيت زيتون بتسخن جدا وحيث سكينتك تكون حاميه. بالشكل ده كده. والمكرونه بتستوي على النار. دايما انا بضيف المكرونه نص سوا للصلصه اللي انا عاملها، سواء بولونيز اللي هي لحمه مفرومه مخلوطه بصوص الطماطم مع قليل من الزعتر والسكر علشان الحموضه، يا اما نضيفها مع الوايت صوص حسب الرغبه. اخبار الزيت ايه؟ واخبار الطاسه ايه؟ زي الفل. معانا بصلايه ناعمه. واسيب البصلايه تاخد وقتها كده في النار. معايا فلفل حامي اخضر واحمر. هي كده المكرونه، قصدي السجق والكبده. لو ما فيهمش فلفل حار بالشكل ده بتبقى شخصيتهم ضعيفه. سواء بقى بنحب الحار او بنحبش الحار حسب الرغبه. بالشكل ده كده. وده موجود عندنا عند الراجل الفكهاني بكثره. بس انا عايز احمرهم الاول تحميره حلوه قبل السجق مع البصله. اوبا، اللهم صل على النبي. وابدا احط البهارات القليله اللي هي بتظهر طعم السجق. اولهم الفلفل الاسود كده على البصلية بتاعتي بالشكل ده كده. ممكن ان احنا نعمل طاجن المكرونه ده نعمله بالطماطم او نعمله بالوايت صوص حسب الرغبه. حلو قوي. نقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيف. المكرونه اخبارها ايه؟ حلوه قوي. مهم جدا وانت بتسلقي المكرونه حذاري توطي النار على المكرونه وهي بتتسلق. زي ما حطيتيها على نار شديده توصل عمليه الطهي. بدات اشم ريحه الكبده، ريحه السجق. دي الاساسيات لعمل كبده مقليه او مشويه او سجق بالطريقه دي كده. الله. لاحظ ان الفلفل كده شخصيته قويه في قلب الطاسه، بيستعد للايه يا عم الشيف؟ لشويه السجق بتاعنا. التومه الحلوه، شويه زيت زيتون بكثافه تاني. عمليه الاحمرار بتتم في حاله وضع الزبده الطبيعي. عايزه تحمري بصله حلوه، تومه حلوه، الزبده بتساعدك على عمليه التحمير. نقلب دول كده مع بعض. شفت ازاي؟ ايه ده؟ بدانا نكح من ريحه السجق والفلفل الحار. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شايفه؟ شايفه الاحمرار؟ انا عارف الصوره دي بيحبها شفيق. شفت الشقاوه اللي في قلب الصينيه؟ هي الزبده. بس امتى نضيف الزبده؟ الخبره الطهويه بتقول بتساعد على الاحمرار واللون البرونزي الجميل للبصلايه والتومه اللي انا عايز استخدمها. بس طبعا ده ما ينفعش ان انا احمر تومه في حاله لما اجي اعمل الطشه بتاعت الملوخيه، ازعل منك. شايفه الاحمرار ده كده؟ ناخد السجق بتاعنا الجميل الحلو ده كده. الله الله، هو ده يا دلعك.
هقول لك على حاجه دلوقتي لطيفه جميله تسرع عمليه التسويه للسجق ويبقى بشكله ولطفته. كل خطوه بعملها لها تركايه، كل حاجه بعملها لها سر. اهو زي ما هو كده، مش هقلبه، قلبتيه باظ من كل اللي بعمله. خلي بالك اوعي تقربي منه بمعلقه، وانا معاك اهو هسيبه على النار زي ما هو، وانضف مكان ما كنت بشتغل وانا واقف كده زي الباشا. حلو الكلام. هتعملي ايه؟ اللهم صل على النبي. من الميه اللي بتغلي بتاعه المكرونه ومعانا غطا الحله اللي فيها السجق، شفتوا بقى ازاي الرجاله اللي بتخش المطبخ؟ العب الرجاله اللي بتخش المطبخ وبتعمل السجق ويتهري منها بالطريقه دي، مستحيل يتهري منك. اه يلا سيبيها هسه كده واحنا مع بعض، والميه تكدب الغطسان زي ما بيقولوا. معانا شوربه الدجاج بالمشروم، هنعملها مع بعض ازاي. معانا نوعين من المشروم، مشروم كبير الحجم متقطع وجاهز في بعض الماركات السوبر ماركت يعني، ومعانا مشروم لونه لطيف وجميل، معانا بصل وتوم حسب الرغبه، والكريمه اللباني ده الاساس في طبق الشوربه بتاعتي، وقليل من الشبت. انا بحب دايما الشبت مع شوربه المشروم بالكريمه، ولكن قليل منه بالتاكيد، بيدي طعم لطيف وجميل. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله، شوربه المشروم بالدجاج والكريمه. الكثير بيسال على السوشيال ميديا انا عايز اشربها يا شيف بوغاز زي اللي بنشربها في بعض المطاعم. السجق مازال في النار، ما نقلبوش خالص دلوقتي خالص غير لما نشوف السجق خد شخصيته وبدا ان هو بالصدمه الناريه ياخد التجمع الدموي بتاعه وياخد الشكل اللطيف والجميل ويبقى مكعبات في قلب المكرونه. نبص على المكرونه بتاعتنا اخبارها ايه؟ اهي اللهم صل على النبي، هي كده تقريبا زي الفل، هو ده اللي انا عايزه. عينيا هنجيب، عينيا حاضر يا حبيب قلب. هنجيب الحله كده اللي احنا هنعمل فيها المكرونه، بحطها كده، خرجنا عايز صوره حلوه. المكرونه اخبارها ايه؟ اهي بص على الحلاوه، بص اهي مهم جدا وانت اهي شفتها حبه بحبتها. وتجيب المكرونه دي بيسموها المقصوصه، بيسموها المكرونه البنه، اه مكرونه قلم، اه اه اهي حلوه. وجيب الصغيره، في منها الكبير وفينها الصغير، جيب الصغيره شويه تبقى لطيفه وحلوه. اه على قد بقنا زي ما بيقولوا. هنخلي المكرونه زي ما هي كده يا عم الشيف، ركزي بقى في الموضوع اللي جاي. اه ونشيلها كده. خلي بالك انا هستخدم شوربه المكرونه دي في شوربه المشروم اللي اعملها. اه المكرونه هنا جاهزه. اه زي الفل. ونشوف اخبار السجق ايه اخباره، هو ده اللي انا عايزه. انا بسله، خلي بالك احنا ممكن نعمل كل يوم الاكل ده، وكل مره لما اجي اعمله اعمله بمدرسه مختلفه، هو ده المطبخ. اه يعني هنخترع. اه اه شفت السجق بشخصيته ازاي؟ ايه التركايه هنا؟ حطيت مغرفه ميه صغيره، حطيت 3 4 معالق ميه بيغلوا على النار، حطيتهم في قلب السجق وسبته كده بالشكل ده كده. ناخد المكرونه بتاعتنا الحلوه زي ما هي كده، تنزل في قلب الكاسروله اللي هتخش الفرن. اهي يا دلعك يا شيف يا دلعك. مش هتقلبها؟ لا، مدرسه المغازي ما بتقولش كده، زي ما هي كده. معانا من الجبنه شيدر شويه، يا دلعك يا دلعك اهو في قلبيها، ونقلب شويه بقدونس معاها، يا دلعك يا عم الشيف، ونقلب دول كده مع بعض. جبنه بقدونس في قلبيها، خلي بالك هو ده الشغل العالي قوي قوي اهو، زي ما هي كده. طبعا المكرونه مسلوقه في ايه يا عم الشيف؟ في قليل من الملح والزيت زي الفل. معلقه فلفله حلوه للسجق بتاعنا، مش هحط صوص طماطم. الله، طبعا المكرونه دي تسميه طريقه المغازي. اه خلي بالك ملوش اسم غير انك تسميه على طريقه المغازي. اه لا هو موجود في موسوعه علميه من الطهي ولا في مدرسه طهويه من الطهي غير حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. اه حمرنا بصله وتومه بتكنيك عالي، نزلنا بالفلفل الحامي حمرناه، تقطيعه السجق بخبره قطعناه، نزلنا بماء مغلي حطيناه، قفلنا الحله لمده 3 4 دقائق. معايا الشكل اللطيف ده كده، هاخد المكونات دي كلها واحطها بشكل هندسي على وش المكرونه. اه ايه الحلاوه دي؟ ها
فكريني يا استاذ رحاب. والله طيب حاضر عينيا. شايفين المكر الاس؟ حاضر. شايفين الجمال؟ ايه الجو ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ما قلبتش المكرونه ليه؟ بيسالني المخرج. هو ده بقى كده. ما انا عايز لما اكل الاقي فيه تفاصيل في الطبق. انا ممكن احط شويه الصوص دول هنا كده، شويه هنا كده، وخلص الكلام. في طريقتين. الطريقه الاولى هتجودي وتبقى احسن مني، وانا بديك فرصه واسيب الصوره مفتوحه زي اخواننا بتوع الفوتوشوب. ما تبص على البرجر كده وتصلي على الحبيب قلبك يطيب. هتبص على الفرن ولا تبص على الكاونتر؟ قول لي. العب العب. العب. الله. الله عليك. الله عليك. يا سلام. هو ده. طلعت نزلت هي مكرونه بالسجق، بس الطريقه مختلفه وطريقه جديده وشكل جديد قدام عين ولادك، قدام عين جوزك. الحاجات دي مطلوبه. خلي بالك في الفرن ده خبره طهويه. العدسه ابو جبه اللي دايما محددين اقامته مع طبق الكشري وبيتحط على طبق الكشري من فوق، اصبح هو عنصر رئيسي وعصب رئيسي لاراس الكفته بالخضار لاخواننا اللي هم فيجيتيريان. معاهم طبعا بطاطس مبشوره، معاهم بسله، معاهم جزر، معاهم كوسه، معاهم برغل، معاهم خبره طهويه من البصله المتحمره مع زيت زيتون وتوابل، وبعدين خفقناها مع كل المقادير. المكرونه اللطيفه الجميله. ايه الصوره الحقيقه؟ بصراحه مش هين عليا ادخلها الفرن، بس انا هدخلها الفرن لحاجه. الجبنه تسيح مع المكرونه والسجق ياخد المنظر اللطيف الجميل والذهبي بعد التحميره الحلوه. ايه رايكم؟ بس خلونا نطلع البرجر لان دي المفروض تتحط على الشبكه، وبعدين ندخل بالمكرونه. عيني. حاضر. هناخد دي كده مع بعض زي الفل. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ دايما نقول الصوره الحلوه والله. واخواننا المتابعين ليا وكل متابعينا القناه الاولى والفضائيه المصريه بيقولوها لي وانا في الشارع يعني، او ان هم يتصوروا معايا، يقول لك الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. بالفعل والله. بصوا معانا اهوت كفته البرجر او برجر الخضار، عدس وبرغل وكوسه، جزر، بسله مفيده جدا غنيه بالبوتاسيوم، مع الجزر فيتامين سي، مع الكوسه غنيه بالالياف الطبيعيه لعلاج مشاكل الامساك، كل ده في اقراص الكفته. وطبق المكرونه بتاعي، ايه رايك ندخلها الفرن يا غالي؟ زي ما هي؟ حاضر. طيب خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نجاوب على اسئله حضراتكم، وكمان نشوف ازاي نعمل شوربه المشروم بالكريمه زي الفنادق والمطاعم عشان توفرها على اولادك وتاكليها في البيت بألف هنا وشفا. تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مخرجنا عايز التفاصيل، تفاصيل طبعا البرجر طالع معانا. بنتسأل دلوقتي، بيقول لك يا شيف مغازي ايه اللي مخليها ماسكه نفسها كده، تحس ان هي فيها لحمه فيها فراخ؟ ما انا الصوره كانت قدام حضراتكم. كل القصه ان انا حمرت البصله على النار مع توابلها مع التومه حلوه، في الاخر حطيتها مع البرغل، حطيتها مع العدس. هتلاقي العدس هنا مستوي، هتلاقي البطاطس مستوية، هتلاقي الكوسة مستوية، هتلاقي الجزر مستوي. طعم البصلاية بقى مش بالريحة اللي احنا متعودين عليها من البصل. خلي بالك انا ما بحبهاش خالص في قلب الكفتة. خلي بالك. شيل الصينية دي من هنا سخنة. خلي بالك يا شيف عايزينك. اوبا. تمام. عايزها فين يا غالي؟ مكانها؟ حاضر. عينيا. ولا في الكنترول؟ لا في الكنترول بعد ما نخلص. ايه رايك ندخل المكرونه دي في الفرن معايا؟ ندخلها الفرن؟ يلا ندخلها الفرن.
مكرونة جميلة جدا، صورة لوحة فنية بتكلفة قليلة جدا، هي بس سجق ومكرونة، ما يعني مفيش اختراع ولا أي حاجة، زي ما هي كده. اه اللهم صل على النبي. بس أنا عايز أعمل حاجة حلوة، إيدي بتاكلني بصراحة. اه والله العظيم، بص يا شفيق، أنا ببقى عايز حاجات كده مش عايز أعملها بس بضعف. شفت اللي أنا بعمله ده كده؟ إيه اللي بتعمله ده يا شيف؟ مكعبين من الزبدة على وش السجق ده. يا ويلي، احمرار الزبدة مع السجق وهو طالع من الفرن كده، ويا سلام لو ضاني، لو ضاني. أهو زي ما هي كده، هندخلها الفرن. اه مكان البرجر او مكان الكفته. اه يلا. طبعا المكرونه دي لما تحط قدامنا على السفره هنحتار ناكل منين، ناكل من المكرونه اللي هي معاها جبنه شيدر وبس، ولا ناكل السجق مخلوط بالمكرونه، ولا السجق وبس. الاختيار ليكي والقرار قرارك. نقفل يا سمسم، تعال نعمل مع بعض طبق شوربه، شوربه المشروم. شفنا مقاديرها يا استاذتنا، تعالوا مع بعض نعملها. بصلية بتتحمر على النار. اتسألنا سؤال قبل ما نطلع الفاصل عشان محدش يزعل مننا، وانا ما بحبش الناس الطيبة تزعل مني. الفراخ المشوية تتعمل ازاي؟ الفراخ المشوية دي مدرسة، ولكن هقول لحضراتكم على طريقة سهلة وبسيطة انا شخصيا بحبها. بناخد صدور الفراخ تتقطع شرايح، بعد تقطيعها شرايح بشكل كويس بنتبلها مع عصرة ليمون، زيت زيتون، قليل من الروزماري والزعتر، وتوم طبعا اساسي، وبيتعاد كده بتتشوي على الجريلا وفي قلب الطاسه. في حاله احمرارها جيدا بناخدها نخليها على جنب، ومكان التحمير بننزل ببصلايه ناعمه وتومه ناعمه مع معلقه من الدقيق، ونقلب جامد، وننزل بعد كده بقليل من الشوربه او ماء مغلي او بكوجرنيه، وبعدين نحصل على شويه شوربه حلوين. نسقط الفراخ تاني في قلب الصلصه دي، ودي تسمى بيكاتا، بس بيكاتا واخده الطعم المصري. وبعد كده نقدم معاها طبق مكرونه سباكيتي او طبق رز ابيض حسب الرغبه. الشوربه بتاعتي بصلايه بتتحمر على النار بالشكل ده كده، صدور الفراخ عندنا جاهزه، تعالي يا بيضه يا حلوه، هنقطعها مكعبات. في انواع من الشوربه المتعارف عليها لما نيجي نشربها بعض المناسبات، ابن بوفيه، افراح حلوه، بيبقى لها شكل ما ينفعش نغير منها. يعني لازم نلاقي الدجاج متقطع مكعبات، نلاقي المشروم متقطع بالطريقه اللي شايفينها حضراتكم، نلاقي البصلايه مش باينه في قلب الشوربه، نلاقي الكريمه اللباني ظاهره ولها شخصيتها في قلب الشوربه. ده مطلوب. ما نلاقيش بقى صدور الفراخ سليمه زي ما هي ونقول دي شوربه الدجاج بالكريمه. محدش بيشرب شوربه ويجي يطلعها الفراخ مقطعها في قلب الطبق. خلي بالك، طبق شوربه يعني تتاكل بالمعلقه كده، وحتى في على السفره بتلاقوا معالق للشوربه خاصه، يعني خلي بالكم. اه ده فن الاتيكيت يعني. عينيا انت ابن حلال. هننزل بالدجاج ده يتحمر مع البصلية اللي خدت شكل برونزي لطيف وجميل، وننزل ببقيه الفراخ بالشكل ده كده. اهو التقطيعه دي لازم اهو بالسكينه كده، سكينتك حاميه وتنزلي بقى كده. اهو اهو، والسكينه لما تكون حاميه مش هتبذلي مجهود خالص. اهو هي روحها جايه. شكرا. اهو اهو اهو، وكل ما كانت السكينه حاميه، انت ست بتقف في المطبخ كتير، بتحب ولادك، بتحب جوزك، تحب عائلتك، تحب اسرتك، فبتعملي لهم اكل، فدايما ايدك مش هتوجعك. اه زي الفل. هناخد الفراخ دي كده، يلا مع السلامه. لا المشروم مش هينزل خالص دلوقتي، خلي بالك مشروم بعدين، دي اخر حاجه. الله، عايز انا بقى طعم الفراخ مع البصلايه. شايفين الجو ده كده؟ الله 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 الله. هو دي شقاوة المطبخ. اه تدويره للفراخ مع البصلايه. اه لسه ما خلصتش، زي ما هي كده. فاكرين ولا ناسيين؟ طبعا ميه المكرونه اللي انا سالق فيها المكرونه. اه خلصت الشوربه. حاضر يا غالي. التحميره دي مطلوبه عند الميه بتغلى على النار. اللهم صل على النبي. اهي نعم يا غالي. اه ايه المشكله؟ ما دي زيها زي شوربه الكوارع، شوربه سلق المكرونه زيها زي شوربه الكوارع. مين اللي بيقول الكلام ده؟ مدرسه المغازي. اهو 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 اوبا، خلصت الشوربه بس خلاص. اللهم صل على النبي. ونقلب. لا ما انت عايز لونها ابيض. عيني حالا دلوقتي هتشوف البياض والقوام وكل حاجه فله باذن الله. اه اه
شوربة زي ما قال الكتاب. المشروم بتاعنا، اللهم صل على النبي. هل تقليبه، شيل كل حاجه هنا ملهاش لازمه بقى، ونوسع الدنيا كده. حاضر عينيا، عايز اشوف المكرونه. المخرج الجميل، انت عايز اعزمك عليها النهارده؟ اديني 5 دقايق. الغذاء مقابل الوقت. الكريمه اللباني مش هنزل بقى كده، وحذاري انك تنزلي بالكريمه اللباني تغلى على النار تقطع منك، وحذاري تحط على الكريمه اللباني عصير ليمون. الناس اللي بتعمل شوربه سي فود وتحط عصير ليمون على الشوربه وهي بتغلى على النار، ده مدرسه هتوصلنا لمرحله ان الكريمه اللباني تبقى فارطه او الشوربه تبقى فارطه. دي معلقه نشا اهي، حلو قوي زي ما هي كده. معانا الحليب، شيلها مننا. حلو زي الفل، ونقلب دول مع بعض. نشا، اخبار النار ايه؟ فله، تمام. نقلب دول كده، دايما انصحك طبق الشوربه ما تبقاش الشوربه سميكه او تخينه، عشان في اكل تاني على السفره، في مقبلات على السفره، فلازم ناكل من الحاجات ديت. تعملي شوربه تقيله، يبقى انت بتقولي للضيوف بتوعكم او الضيوف بتوعنا او الضيوف اللي احنا عازمينهم او الناس اللي قاعدين على السفره، بتقولوا يعني ايه ما تمليش معدتكم جامده الشوربه، وهتقوم على طول على الاكل. خلي بالك، اهو خلص الشوربه بتاعتي. ده مهم جدا، خلي بالك الشوربه تبقى خفيفه. مش هنزل بالكريمه اللباني خالص دلوقتي. حلو الكلام. طريقه سهله وبسيطه، عملنا بيها شوربه المشروم بالكريمه، شويه البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، ما تكتريش بهارات كتيره، انا بحب الفلفل الاسود مش بحب اهو. حالا حالا اهو زي الفل، الشوربه كده خالصه. عايز تشوف اللي في الفرن عينيا. حاضر، المكرونه الجميله والصورة الحلوة تتحدث. ايه رأيك تشوف الصورة في الفرن وبعد الفرن؟ ايه الجمال والحلاوة دي؟ اللهم صل على النبي. يلا، لا انت بقى المعلاه والشوكة والسكينة. حبيبي يا شفيق. حبيبي. انت بتخش المطبخ يا شفيق اكيد. طب بتعمل احسن اكل ايه؟ ايوه طيب. حلوة، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ بس خلاص. في أسئلة يا أستاذ رحاب لحبايبنا اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا، نقول أساميهم كده ونجاوبهم على الهوا مباشرة، ونشجعهم إن هم يتابعوا الصفحة بتاعتنا، تبقى حاجة لطيفة وجميلة. حبايبنا اللي بيسألوا، في سؤال شفته وأنا قاعد بتصفح كده، أنا بتابع السوشيال ميديا على فكرة، دي أساسي يعني. فبعض الأسئلة بتقول لك شيف مغازي إيه هي الشركسية؟ سؤال صعب جدا. الشركسية تفضل عملها بديك شركسي له عرف أحمر لطيف وجميل، ولكن مفيش مشكلة لو جبنا صدور فراخ سلقناها مع بوكي جرنيه وخدنا شوربة الفراخ، بعد كده حطينا عليها توست منوع في الحليب مع قليل من البقسماط، ضربناهم مع بعض بقى معانا قوام. بنجيب طاسة ونعمل طشة الشركسية اللي هي عبارة عين جمل وتوم، ونحمصهم على النار مع كزبرة ناشفة، وبعدين ناخد من قوام التوست بالحليب مع شوربة الفراخ، نقلبهم مع بعضيهم ونعمل شوية رز مصري. تقولي شركسية برز بسمتي؟ لا. ببرغر؟ لا. بفريك؟ لا. لازم ولا بد رز مصري. طبعا كثير النشويات له قوامه لطيف وجميل، زي الشوسي زي السوشي في اليابان. السوشي في اليابان لازم يكون رز مصري، غير رز مصري ما يبقاش سوشي. خلي بالكم، بيفطروا بيه ويتغدوا بيه ويتعشوا بيه. ايه الحلاوه دي؟ انزل بالكريمه اللباني بقى، انزل بالكريمه اللباني. شوف الكريمه اللباني وهي نازله بتغني بتغني. العب. خلصت الشوربه زي الفل. طبق التقديم، هتحطي بقدونس على الشوربه، هتحطي كرفس، هتحطي أي نوع من أنواع الخضروات يفضل إن احنا نحطها بعد ما تطلع من النار. شوف القوام، شوف الجمال، شوف الجمال. هي دي الشوربة الخفيفة. أتقل من كده مش هنشرب منها.
وبعدين المشروم بشخصيته، تحس المشروم له تقطيعه كده، لازم نحافظ على شكلها وجمالها. اه حاضر هنختم، حاضر هنخلص اهو. طبق الشوربه ده اغرفه فين؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عايز طبق كبير؟ عينيا ده مكانها اعتقد، ده حلو. ايه رايك؟ حلو قوي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب المشروم وهو نازل في قلب الطبق كده يتناغم، ويا سلام لو معاك قطعه من الدجاج. اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ الدجاج وده المشروم، مشهوره ببعض المطاعم الاوبن بوفيه في بعض المناسبات بنلاقيها موجوده بتتصدر. عيني اهو، عيني. حاضر اهو. شلال من الشرب، الفراخ بتاعتنا الجميله، الف هنا وشفا. ناخد المشروم كله. على فكره المشروم بروتين ومصدر غني جدا للبروتين النباتي، وامن. عندك كوليسترول كل مشروم، مشاكل مع السكر كل مشروم. المشروم بروتين نباتي ابيض امن، مفيش منه مشاكل خالص. الحلقه بتاعتنا فيها شويه بساطه وسهوله، مرونه كمان للمطبخ، ازاي تخش المطبخ تعمل الاطباق اللي نفسك فيها بنفس المكونات ونفس الماتيريال اللي بيكون معاكي كل يوم. فتحت باب الفريزر لقيتي طبق فيه سجق ناسياه، كنت جايبه من عند الجزار تشكيله من اللحوم، خدت السجق ده خليتيه يفك في درجه حراره المطبخ، سلقنا كيس مكرونه من اللي موجود عندنا في درج المطبخ، عملنا صينيه مكرونه او طاجن مكرونه بالسجق بمدرسه المغازي بشكل وبطريقه مختلفه تاني خالص. عملنا النهارده راس الكفته لطيفه وجميله، موجود فيها العدس ابو جبه اللطيف الحلو اللي هو عنوان طبق الكشري المصري، موجود فيها طبعا البطاطس النشويات والكربوهيدرات، موجود فيها الكوسه المفيده للقولون، موجود فيها الجزر الغني بفيتامين سي، والبسله الجميله اللطيفه العنصر البوتاسيوم اللي مفيد جدا للسيدات الحوامل. الشوربه الجميله الحلوه بهدية للاطفال الحلوين اللي بيحبوني دايما بياكلوها في بعض الفنادق او في بعض المناسبات. يعني ببساطة وسهولة تقدر تخش المطبخ تعملي طعم تاني وشكل تاني وصورة تانية بتكلفة قليلة جدا، لأن معاكي شيف شاطر بتشوفيه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.